هذا يسأل عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حقيقته؟ حقيقته أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصح عنه، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا ولم يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان هو ابتدع هذا الشيء ونسبه إلى الرسول، إن كان هو الذي أحدث هذا الشيء من عنده ونسبه إلى الرسول، هذا كذب واضح، كذب واضح والعياذ بالله، يتبوى مقعده من النار. وكذلك يشمل الذي لا يتثبت في الأحاديث، لا يتثبت في صحة الأحاديث، بل يحدث بها وهو لا يدري هل هي ثابتة أو غير ثابتة، يشمل الذين لا يتثبتون في ذكر الأحاديث الواردة، لا تحدث بحديث أو تذكر حديثا عن الرسول ولو كان في الكتب حتى تتحقق من صحته، إما بأن يكون من رواية الثقات كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث الذين يلتزمون بالصحيح من الأحاديث، أو أنت عندك معرفة للسند، أنت في نفسك عندك معرفة بالأسانيد، تعرف الصحيح من غير الصحيح، فلا بأس أن تحدث بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أثبته الأئمة أو أنت تعرف الثابت من غير الثابت، فتحدث بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا حدثت بحديث وأنت تعلم أنه كذب أو لا تدري، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وفي الحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا تقل الإثم على من قاله، أنا مجرد ناقل، مجرد راوي، لا تقل هذا، أنت مشارك له لأنك نقلت هذا الكذب وروجته على الناس. فالكذب على الرسول يشمل أمرين، الأمر الأول وهو أشد، أن تخترع أنت هذا الشيء تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن تنقل ما اخترعه غيرك وكذبه غيرك وتروجه على الناس. يجب التثبت في هذه الأمور. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.